السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. كشف سر تمركز حاملة الطائرات إيزنهاور شمالية البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. كشف مسؤول في حكومة صنعاء سر اختيار حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور التي تعرضت لاستهداف هو الثاني من صنعاء خلال 24 ساعة التواجد في شمالي البحر الأحمر. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبد الله بن عامر في تدوينة له على إكس: اختيار إيزنهاور شمال البحر الأحمر عن جنوبه لا يعود فقط إلى مسافات ودقة حسابات سرعة الصواريخ والمسيرات وما إلى ذلك من تفاصيل، مضيفا: بل يعود أولا إلى إدراك الأمريكي أن اليمن لن يتردد في استهداف كافة مصادر التهديد، حتى لو كان الأمر يتعلق بحاملة طائرات لم يجرؤ أحد على استهدافها من قبل. وكان متحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن مساء أمس استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك ضمن 6 عمليات نفذتها القوات المسلحة اليمنية بمشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، استهدفت إلى جانب حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور مدمرة أمريكية وسفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.